بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله. بتحية الإسلام أحييكم أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. احنا الآن في بداية الدعوة الإسلامية، في بداية حركة النبي عليه الصلاة والسلام الإصلاحية والدعوية. فقلنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ببيته. عندنا الآن 5 من النساء قد أسلموا. شكون؟ عندنا سيدة خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأمنا وأم المؤمنين، عندنا زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام الكبرى، عندنا رقية، عندنا أم كلثوم، وعندنا فاطمة. عندنا 5 من النساء قد أسلموا. جميل. وش عندنا من الرجال في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندنا زيد بن حارثة وعندنا علي، فعندنا 2 من الرجال وعندنا 5 من النساء. ثم ماذا؟ تحرك النبي كما قلنا إلى صديقه أبا بكر، فأصبح عندنا 3 من الرجال و5 من النساء. سيدنا أبو بكر الصديق تحرك في الدعوة إلى الله عز وجل وجاب لنا 5 من أفضل الرجال، اللي هما شكون؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وجاب لنا الزبير، وجاب لنا طلحة، وجاب لنا عبد الرحمن، وجاب لنا عثمان. فعندنا الآن 8 من الرجال و5 من النساء، 13، والنبي عليه الصلاة والسلام رقم 14. بسم الله ما شاء الله، هذه الركيزة الأولى لبناء الأمة الإسلامية. هكذا بدأت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذوما أيها الأحبة في يوم واحد بدأت الحركة. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا قم فأنذر، بدأ صلى الله عليه وسلم بزوجتي وبناتي ومن في بيتي، ثم تحرك مباشرة إلى أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه تحرك وجاب لنا 5 من أفضل الصحابة ومن أفضل الرجال. طيب، ثم ماذا؟ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بنى خطة أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع استراتيجية للدعوة. لم يكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه عبثيا، مستحيل. عمل النبي عليه الصلاة والسلام مخطط. وسنرى أيها الأحبة من هنا، من أول بداية الدعوة إلى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام عمله دقيق وكله مخطط وكله مضبوط عليه الصلاة والسلام. ما كان صلى الله عليه وسلم عمل متاعه هكذا اعتباطيا حشاه صلى الله عليه وسلم أو تلقائيا، فكله مخطط صلى الله عليه وسلم. فجعل خطة أيها الأحبة في الدعوة، وجعل استراتيجية واضحة. شنو خطة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يكون العمل الدعوي الأول أن يكون عملا سريا، أن لا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث إلى عامة الناس. لا يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا يخرج للناس ويقول لهم إني نبي، لا يخرج إلى الناس عامة ويقول لهم بأني رسول، أن الله ابتعثني، أن الله أرسلني، أني بين يدي الساعة نذير وبشير ونذير. لم يفعل ذلك النبي، ولم يكن صلى الله عليه وسلم في خطته ولا في استراتيجيته صلى الله عليه وسلم، بل كانت خطة النبي أن تكون الحركة فردية، أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يصطفي النبي عليه الصلاة والسلام الأفراد والأشخاص، الرجال والنساء، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهلا لتحمل هذه الدعوة وعبء هذه الدعوة. ممكن سنة يتساءل يقول لماذا؟ علش ما ننشروش الدعوة بصفة عامة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان عليما بواقع قريش، ويعلم جيدا صلى الله عليه وسلم أن قريش لن تسمح لنشر هذه الدعوة، مستحيل أن قريش ستكون صد منيع أمام هذه الدعوة، لأن الدعوة واضحة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، اجعل كلمة الله هي العليا، تقضي على كل كبرياء. ونحن نعرف أن الزعامة القرشية ما فيهم من كبرياء ومن كبر ومن احتقار الآخرين ومن اتخاذ العبيد ومن السيطرة ومن تعظيم الأصنام، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يرفضون رفضا باتا أن تكون دعوة إسلامية تدعو إلى العدالة الاجتماعية، وتدعو إلى حقوق الإنسان، وتدعو إلى حرية الاعتقاد، وتدعو إلى نبذ الخرافات، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام ما تعارف عليها في سيرة النبي وفي التاريخ الإسلامي بالدعوة السرية. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك بطريقة سرية في دعوة الناس. يقال أيها الأحبة أن أبا ذر وصلت إليه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غفار،
فأرسل أخاه ليتثبت. ما قصة هذا الرجل الذي يدعو إلى الدين الجديد؟ فأرسل أخاه، فعاد خوه وجاب له بعض الأخبار ما شفت صدر سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. فقرر أبو ذر أن يذهب بنفسه إلى مكة، فوصل إلى مكة وعلم بأن الدعوة سرية وأن من يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن تقع له مشكلة، فبدأ يبحث عن وسيلة أن يصل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي كان من المهام متاعه أنه يكون عبارة على طريقة من يعني عبارة على عنصر استخباراتي لرسول الله، فكان يمشي في مكة من ضمن مهامه وينظر إذا وجد رجل غريب يتصرف بطريقة غريبة لعله يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم القصة طويلة أيها الحبة، وصل علي وعلم بأن أبا ذر يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرض عليه صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام فأسلم. وكان كل هذا العمل سري. أبو ذر رجل من غفار، وقبيلة غفار معروفة، قبيلة قوية ورجالها أقوياء وقطاع طرق ورأسه مصحيح كما نقولوا احنا. فخرج أبو ذر وصدع بالدعوة، خرج إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول محمد رسول. بدأ يعني بالجهر بالدعوة، فاجتمعت عليه قريش وضربوه ضربا لم ينجه من هذا إلا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أتقتلون رجلا من غفار وتجارتكم تمر عليهم ذهابا وإيابا؟ مجانين أنتم، تحبوا تقطعوا على أنفسكم رزق. فتركوا أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا بقيت الدعوة 3 سنوات أيها الأحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتحرك بطريقة سرية بطريقة فردية هو وأصحابه ومن آمن معه. فآمن بلال رضي الله عنه وأرضاه، وآمن عمار بن ياسر وعائلة عمار بن ياسر، وبدأت الدعوة تنتشر في هذه الفترة، ولكن دون أن تشعر قريش بذلك. فقريش يصل إليها الأخبار بأن هناك حركة غريبة وحركة غير عادية غير معتاد عليها، ولكن لم تكن متأكدة بأن هذه الدعوة على ما ستكون عليه من بعد. لماذا؟ لأنه أيها الأحبة قريش عاشت مع أشخاص دعوا إلى فكرة التوحيد، منهم عمرو بن نفيل مثلا. عمرو بن نفيل أيها الأحبة كان من قبل ينبذ فكرة عبادة الأصنام، ولكن لم تكن له دعوة واضحة ويتحرك بين الناس ويجمع الناس ويبني حركة فعلا تريد أن تغير نمط حياة قريش، فتركوه. آخر ما فعلوا معه طردوه من مكة، أخرجوه من مكة، لأنه كان يدعو إلى التوحيد، ولم تكن هذه الدعوة كدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقط هي لا لعبادة الأصنام بل نعبد الله عز وجل، ويتحرك بين الناس في هذا الأمر. فهم عندما لاحظوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدون بأنها تماثل دعوة عمرو بن نفيل، فتركوها ولم يهتموا بها ولم يشغلوا بالهم وأنفسهم بذلك. 3 سنوات أيها الأحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه وينتقي أصحابه ويختار أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي يقول للأمة من بعده بداية الحركات الإصلاحية لابد أن تكون مبنية على أمرين: الأمر الأول أن تكون سرية حتى لا تموت وهي ما زالت في مهدها، النقطة الثانية أن تختار الأشخاص الذي تراهم بأنهم أهل ليتحملوا هذا العبء، العبء الإصلاحي، وأن يتحركوا هذه الأمانة، الأمانة التي رفضتها السماوات والأرض أيها الأحبة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يختار وينتقي الرجال التي ستبنى عليهم هذه الحركة الدعوية، هذه الحركة الإصلاحية، هذه الحركة الثورية التي ستغير مجرى العالم. ماذا حدث بعد هذه السنوات 3 الأولى التي اعتمد فيها النبي عليه الصلاة والسلام منهجية السرية؟ ماذا حدث بعد هذه السنوات 3؟ كيف بدأت الدعوة الجهرية؟ كيف صدع النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته لكل قريش؟ هذا ما سنراه بإذن الله في لقائنا القادم، وحتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.